السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم غنقول لكم صباح الخير. انا دابا في الصباح هذا، يلا جيت من برا، ديت بنتي للمدرسة 8:30 هادي، ودابا دخلت للدار وجبت معايا شي حويجات هكا خاصيني في المارشيني. كيحل مع ديك 8 بحال هكا كيحل، يلا كيوجدو، يلا تيحطو السلعة. المهم محلات حدا تيحلو بكري، وكنجيب داكشي اللي خاصيني هكايا. ودابا كما كتشوفوا هاد المواعن هادو غسلتهم البارح في الليل، يعني ما كنخليش ما عند في الكوزينه، يعني كنغسلهم وكنديرو في هذه الفوطه هذه باش ينشفوا ليا. دابا راني شفنا وغادي نرجعهم لبلاصتهم. دابا غادي نمشي نجمع البيوت، كنجمع داكشي كاع اللي خصو يتجمع. انا ما كنجلس نفطر حتى كنبقى كلشي مجموع، لان ما كنحسش براسي مرتاحه منين كنفطر والدار مرونه، كنحس بحال كنا في شي بلاصه في شي كوري ولا ما عرفتش. المهم خصني ضروري نجمع البيوت كاملين ونجلس نفطر على حسب الجهد ديالي، قد ندوش هو المسحو هكا. لكن هي زعما ما قاداش نجمع البيوت ونشطب ونكون نفطر صافي. وبالنسبه لما عندي الفطور اللي فطروا فيهم وليداتي راه باقي ما غسلتهم، كنخليهم حتى هما، حتى كنجمع كنبغي نصاوب الغدا كنجمع كاع الما عند كاملين ديال الغدا ديال داكشي باش صوبت الغدا، كنجمع من الفطور وكنغسلهم في خطره. ماشي مهم الا كانوا كثار ديال الفطور نحيدهم عليا، كانوا غير شي كويس شي كيسان هكا خفاف تنخليهم مع ما عندي الغدا. ملي غادي نصاوب الغدا كنجمعهم، ماشي ملي كنتغداو قبل ما نتغداو. ما كتشوفوا دابا هما الما الفطور فيهم الدراري شويه الحسوه هكايا، كنديرو في نديرها في الصباح، الا درتها في العشاء كنخليها للصباح باش يفطروا بها، اولا كيشربوا غير الحليب. المهم على حسب، دابا اخترت وليدات الكبار ما كيبغوش يفطروا ليا، بالنسبه لبنتي الصغيره كنبز عليها، الاخرين كنخليهم على خاطرهم ما كيبغيوش صافي كيديروا اللي بغاو. دابا ملي كيكبروا كيتحكموا فينا وما كيبقاوش يسمعوا. المهم تيقول لك ما فيا ما فطر، تنخليهم على خاطرهم. بنت صغيره شويه كنتحكم فيها كنقول لها فطري بز منك هكا تيفطروا. المهم بالنسبه لعرسنا هذا النهار نتمنى انه يعجبكم، ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه، ويعني الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي نتمنى تشتركي فيها، تابعي معايا الفيديو الاخر. وقبل ما نبدا الاشغال ديالي كذلك كنتونس بالراديو، ما عنديش الراديو انايا ككبير، بورطابل هذا صغير كنشعلو تندير قناه السادسه اللي في القران ولا فيها شي موضوع هكا في الصباح تيديروا القران. المهم شدا اف ام اصوات ميد راديو هادو هما المفضلين عندي، هادي ديال الاصوات، هادي ديال ميد راديو، هادي ديال القناة السادسة، وهادي ديال شادة اف ام. المهم كنختار الى لقيت القران كنخدمو، ما لقيتش القران بعد خطرة تندير القران هكا من اليوتيوب تنشعلو هكا كيكون نستك تحس بواحد الراحة ليش هاد القران. وكذلك من كتحسي كتصلي صلاة الفجر وكتقراي شي القران وكديري الاذكار كتحسي بنهار كتحسي بنفسيتك مزيان داك النهار، وكتخدم بكل فرح وبكل سعاده، يعني كديري داكشي من اجل الاسره ديالتك، يعني ما كتحسيش بالملل، ما كتحسيش بان داكشي الخدمه اللي كديري راه زايده ناقصه غير يعني غير هكا كدوز كتعذبي فيها، بالعكس كديري داكشي بكل حب وبكل فرح لوليداتك ولزوج ديالك ولدارك هكا باش كدوز النهار ديالك، يعني بلا ماشي كتكونش على الروتين او الملل مليت من هاد الخدمه، يعني كديريش بانه واجب، ماشي واجب عليك، يعني كدير واحد الحاجه لانها ضروريه، يعني بالنسبه لوليداتك وبالنسبه للزوج ديالك هذه الحياه، خصك تخدمي ما تبقايش جالسه. دابا انا غادي ندير قناه السادسه ونفع برنامج دابا باش القران على حسب، وممكن نخلي انا كندور في الدار وكنزيد انا كنحطو في الكوزينه هو المركز ديال الدار، احنا كندور من هنا كنرجع للكوزينه كنتسنط ليه، يعني الكوزينه كندوز فيها الوقت اكثر من صافي. من بعد ما يعني كنشعل الراديو كنمشي للبيوت كنحل الشراجم باش تنفس البيت، تنفس البيت تدخل تهوى البيت. كنجمع الفراش الحوايج اللي كنلقاهم مليوحين ديال الدراري، يعني عا كيلبسو كيلوحو ما كيجمعوش، انا كنجمع داكشي ولكن كنخليهم على راحتهم. منين كتوصل الويكاند اولا العطله هما اللي تيجمعو حويجاتهم، ما كنجمع حتى شي حاجه، انا كنراقب كنكون مفتشه ديال الدار بحال العسكر، جمع انت ديال انت، ما كاين اوامر اوامر، الهضره ما يعني ما خصكش تسلمي معاهم، خصك ديما تهضري باش ديما باش يكونوا منظمين.
بالنسبه لهاد المواعن تنجمعهم كنرجعهم بلاصتهم، لان ملي كنغسلهم في الليل تنخليهم هكا كينشفوا بوحدهم ما كنمسحهمش، تلقاهم ناشفين. الكوزينه ضروري في الليل ما تنجمعها، ما تنخليش الروينه في الكوزينه. علاش؟ لان باش في الصباح تيبدا نهار جديد مع شغل جديد ديال داك النهار، ماشي غنجمع الشغل ديال البارح. البارح صافي سالا سالينا، كنبداو الشغل ديال داك النهار. بالنسبه دابا كندير القهوه، ما كنديرش اتاي بزاف، تنديروش في العشيه الدراري كندير لهم اتاي. انايا كندير القهوه، كنبعد كنشرب اتاي والقهوه مخلطين بجوج، ما كنزقل حتى حاجه. الا درت الدراري اتاي كنشربهم بجوج ضروري، ما كنعصرها. ودابا غادي نفطر، ما كنشربهاش كحله، كنخلطها مع الحليب. كحله كان الا بغيت نشرب كحله كنديرها مع العطريه، كنديرها خفيفه ماشي قاصحه، يعني ماشي مدمن على القهوه، غير هي كنبدا كتعجبني وصافي، ماشي يعني ديك القهوه قاصحه. لكن اللي كيشربها بلا سكر انا ما نقدش، يعني كما كتشوفوا داك الكاس اللي غادي نشرب صافي، انا بوحدي اللي كاينه في الدار دابا كاس صافي. بعد خطرات كنفطر بشما كاين، كاين مسمن كناكلو، كاين الخبز كناكلو، يعني كل نهار ورزقو. دابا انا كنفطر وكنفكر اش غادي ندير، اش تابعني واش غادي ندير، يعني تابعني اشغال شاقه من بعد الفطور، واخا ما كاين حتى شي فيتامينات اللي غادي تقويني من بعد التماره. كيف ما كتشوفوا دابا ملي فطرت ساليت مشيت ديريكت، دابا انا درت ماشي ديريكت الجفاف، الجفاف خليته هو الاخر. طيبت الغداء اللي ضروري، لان كما عرفتوا كما قلت لكم في الفيديو السابق ان الغداء هو الاول، لانه هو الضروري، خص الغداء يكون طايب، ماشي غنسيق ونخمل ونشوف الاخر الغداء ما كاينش. يجيو الدراري لقاو الغداء باقي ما طايب. يعني دابا كان حكيت الارض بالشيت هكايا، ما صورتش كلشي، وكنكرد دابا، يعني كندير شي مره في السيمانه كنكرد وكنجفف، هادشي اللي كندير مره في السيمانه، يعني ماشي ديما تكرات هكا، كندوز غير جفاف خفيف الايام العاديه، ضروري الدار يوميا جفاف، جفاف خفيف. اما مره كنحكو هكا البيوت، كتلقاي الخمله، كتلقاي داك واخا ما كتلقايش الغبره ولا الوزخ، كتلقاي داك الخمله كتكون في البيوت هكا ضروري، ملي كتكرطيه هكا مع الماء كتلقاي الخمله، داكشي كحل كيف ما كتشوفوا هاي الخمله. دا ملي كتبقاي تحكي وتكرطي كراته كتنفع، كتبدا كاع داك الخمله اللي كاينه في البيوت، يعني شفيت البيوت ولا يعني الدار كامله. الدار راه الغدا راه كيطيب صافي، وانا مقابله هاد الشقه هذا، يعني وخاصني نسالي باش نجيب عاوتاني بنتي من المدرسه. اذا ما كاينش الدراري اللي غيجيبوا لي البنت من المدرسه، خصني نحاول دغيا دغيا ندير تقدير ديال الوقت شحال امتى غنسالي، اولا تبقى لي شي حاجه خفيفه ونخرج ونطفي على الغدا. الغدا خصو يكون داك الساعه طاب، اولا باقي لي غير شويه، يعني واخا ندخل مع داك 12 للدار نعاود نشعل ليها هكا شويه خفيف ونحط لهم الغدا. يعني جهاد تام واشغال شاقه كتبعنا حنا يوميا، يعني اللي عنده وليدات ويجيب ولادو من المدرسه خاصو الغدا، خاصو يعني الله يحسن عوال كل امهات ورب يعني ربات البيوت والموظفات كذلك اكثر منا. ومن بعد ما سيد الشفاف كامل، يعني خليت الماعن ما غسلتهمش ديال الفطور، يعني كان داكشي ديالي بسيط وشي كيسان، خليت داكشي ديال الغدا داكشي باش صوبت الغدا، ماشي من بعد الغدا، داكشي باش صوبت. حكيت ليفيا حكيت هو الاول باش نغسل الماعن نحط داكشي ونكون نقي. نسيقت حكيت داك بلاصه فين كتحطو الماعن، حكيتو بجافيل وغير نقيتو. بعد خطرات كاين شي بحال دابا صابون البلدي كيحيد الكالكير، ما درتوش هاد النهار، درت غير جافيل هكا خفيف صافي. الا بغيتي يخرج كيبري ديري داك الصابون البلدي تتحكيه مزيان بالجكس، تيخرج كاين الماء مزيان، وفي الاخر كدوز الخل، لان داكشي ما درتوش، درت غير داكشي جافيل غير بحال نقيتو مزيان وصافي. ومن بعد غسلت الماعن، يعني كنت عمرت ليفي بالماعن هكا ديال الفطور، وشي حاجه خفيفه ماشي بزاف، ما فيهمش، دوزت عليهم الصابون باش كنشلل فيهم، كندوز عليهم كاملين ومن بعد تبقى نغسل. يعني انا هذا هو التنظيم ديالي اللي كندير في النهار، باش كنقدر الوقت امتى غادي معاش خاصني نخرج، معاش خاصني نغسل الغدا، معاش يكون موجود. نظمي راسك، تعرفي شنو الواجبات اللي خصك ديري، الشغل اللي ضروري هما الاولين باش تخلي داكشي هو الاخر. بحال بطويت الحوايج هو الاخر حتى العشيه، يعني صافي درتي داكشي المهم ده حيدتي عليك، بحال هكا تستفي الخضره بحال ما جبتيها خلاتها من بعد، لان يعني ماشي هي مهمه دابا في الصباح. الصباح هو
تنظفي الدار وطيبي الغداء هو الاول، تنظفي دارك باش ما يبوت باش الدراري يدخلوا يلقاو الدار نقيه، كيلقاو البيوت ديالهم مجموعين نقيين، ماشي ملي كيدخلوا كيلقاو بيوتهم باقي مرونه، حتى من نفسيتهم كتيحسوا بشي حاجه ماشي هي هذيك، باش لقاو داكشي موجود، حتى هما ملي كبروا وتزوجوا ان شاء الله حتى هما دارهم كذلك كيحسوا يعني داكشي كديري لهم، حتى هما تيولفوا انا الدار تكون نقيه ملي يدخلوا الدار قوادي من مقاده. دابا ملي ساليت الماعن صافي وجدت الغداء حطيته، يعني دابا راه وصلت وقت غدا 12 ونص هادي باش يتغداو وتا هما يرتاحوا، ماشي غير يدخلوا يلقاو الغداء موجود، تنحط دابا الغداء ونعطيهم يتغدا، يعني ملي تيدخلوا هكا واحد نص ساعه تحط لهم الغداء، تياكلوا هكا الديسير شي حاجه خفيفه، تيجيو ميتين بالجوع، بعض الخطرات ولادي الكبار ما كيفطروش عاتين نقبوا هكا، الا جاو صافي تيجيو تيبغيو يتغداو، تياكلوا الديسير هو الاول الا كاين، ولا تصبروا ياكلوا خبز حافي الا ما كاينش الديسير، بما نحط لهم الغداء. هادشي اللي عندي انايا. ومن بعد منين ديت بنتي للمدرسه خرجت كنديها هكا، بعض الخطرات كنديها على النهار ديتها، يعني نهار الخميس ديتها في العشيه مع الجوج مع الوحده ونص هكا، كنمشي ديريكت للمارشي اللي حدانا دايزاني تحت المدرسه، كنستغل الفرصه وكنمشي نجيب داكشي اللي خاصني، راه درت لكم في الفيديو السابق قبل من هذا الوحده، هذا درت الفيديو صافي كنجيب داك الخضيره ديالتي اللي خاصاني، ومن بعد صافي العشيه ملي جيت ارتاحيت قاديت الخضره ديالتي وارتاحيت، وصلت وقت المدرسه جبت بنتي، ودابا الكوتي كما كتشوفوا حطيت لهم كوتي، ما صوبت لهم حتى حاجه انايا، ماشي ديما كنصوب ليهم، جبت كلشي من برا، يعني راه عييت ماشي ديما حنايا الشقه والطياب، عييت درت داكشي من برا. وفي العشاء المهم غسلت الكوتي وهذا وكنراجع مع بنتي هكايا، العشيه درت لهم لي بات هكا خفيفه، لي بات في العشاء ماشي ديما انا كندير العشاء، بعض الخطرات دي بات ماشي دائما ملي تيشبعوا في الكوتي، يعني الا كلاو شي حاجه مزيانه ما تنديرش العشاء، العشاء ماشي دائما ما نديش ضروري العشاء انايا، غير شي حاجه خفيفه صافي. هذه هي الوجبه اللي درت، نتمنى ان هذا النهار اللي درت معاكم يعجبكم، وهذا راه زعما اغلبيه الامهات وربات البيوت كيديروا بحالي، يعني نفس اشغال بحال تماره وصافي، الله يحسن عواننا. نتمنى انكم تستمتعوا بهذا الفيديو وتشتركوا في القناه اذا كنتي اول مره كتشوفيها، وتبارطاجوا الفيديوهاتي. مع السلامه.